لا تحزني، لا تغمضي الشفون، فنحن قادمون، فنحن عائدون. هاني نبيل عاشور، شاعر ومشاعر، وهو أشعر مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك للعراق نصره، مباركة تلك البنادق، مباركة تلك السواعد التي سوف تبني، تلك السواعد التي سوف تبني ما تهدم. مبارك لقرة عين البلاد نينوى، سيدة الخاتون، يا قرة العيون، يا نينوى يا قرة العيون، سيدة الخاتون، يا زهرة البيبون، يا بلدة أحبها ذو النون. لا تحزني، لا تغمض الجفون، فنحن عائدون. السلام الوطني. شكرا. خير ما نفتتح به حفلنا هذا ما تيسر من سورة فاطر للطالب أحمد حمدي الفهداوي. يا تين يا زيتون يا فستق يا سجق، يا نخيل يا سيد الشجر، يا أطيب الثمر، لا تبتئس، ستبزغ النجوم وتشرق الشمس على الربا ويطلع القمر. كلمة سفارة جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية تتلوها على حضراتكم سعادة سفيرة العراق السيدة صفية السهيل.